حياتنا ليش نحن عايشين فيها؟ عشاننا كل يوم حاطين أمل في حياتنا، أنا بنسوي هالشيء وبنسوي هالشيء. طول ما عندك أمل هتفضل ماشي ورا الحلم بتاعك أو أي شيء أنت بتدور عليه. الأمل إن أنا أحس إن في أشياء كتير بدي إن هي تتحقق بالمستقبل أو بالحاضر، أنا شايفها كان من زمان ما تحققت. أكيد راح يصير يعني تشتت بالمجتمع كله، بنفقد الحياة، بنفقد كل شيء حلو في حياتنا. ما هتكون في حياة، لأن ما في حياة ما في أمل. طبعاً أكيد أكيد إن شاء الله راح أشارك بالمبادرة وأكون أول واحد يشارك فيها كمان، وبدعم أي طفل اللي بحتاج أي مساعدة مني. وفلوسها عايدة لها لبناء مستشفى، شغلة إنسانية كلش حلوة.